مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، ومنورانا دكتور يام الحياوي أخصائي التغذية العلاجية. وعايز أقول لكم هي بتيجي بدري جدا، يعني بتيجي لا لازم أنقل، ده في التزام رائع كل مرة، يعني بلاقيها قاعدة جنبي بتيجي الساعة 8 وتقعد تعمل شعرها وتجهز. لا يعني صباح الفل، وإيه الالتزام ده؟ أنت كده يعني عشان يعرفوا لازم أنقل الصورة عشان يعرفوا إن أنا قدوة في الحقيقة، أنا نشيطة وأروح الجيم قبل ما أجي. لا وفي التزام، وعايزين بقى النهاردة طبعا هنتكلم عن السمنة عند الأطفال، بس برضو ملتزمة إن جنرال بفكرة هنا الأكل السليم والصحي، يعني برضو في حياتك العادية كده. هقول لك بقى نقطة، من إنك اتكلمتي على اللايف ستايل وإن دكتورة ريهام نشيطة بجد وبتروح الجيم قبل ما تيجي، هو أنا ده اللي أنا بحاول دايما أتكلم فيه أنا هواند، إن إحنا أنا ضد الدايت على فكرة. أنا باكل كل حاجة وبعمل يوم فري بجرب فيه الحاجة اللي نفسي فيها، وبحب أجرب أكلات جديدة، وأنا بطبخ حلو قوي وبحب أعمل حاجات جديدة. فلازم نعيش حياة طبيعية، نجرب كل الأكل، ناكل كل حاجة بس بكميات معقولة في يوم معين. وجبة يا جماعة، مش كل الحياة فري، هي وجبة في اليوم أكل فيها حاجة نفسي فيها، وجبة في اليوم ممكن بالظبط كده أكون عاملة صيام متقطع، فده يساعدني. أنا شخص بياكل كتير قوي، ما عنديش مشكلة. أنت مش قادرة تسيطري، أنت سنك في سن شباب أو أطفال زي ما إحنا بنتكلم النهاردة هنا هون، فأنت في سن صعب تحرمي نفسك، صعب تقولي لابنك او لشابه بتخرج مع صاحباتها جامعه قاعده في شغلها بتطلب دليفري، احرمي نفسك وكوني مختلفه عن الباقيين. ده شيء صعب جدا وده تحدي صراحة. خلي بالك انا بقابله في شغلي دايما، ان انت تمنعي شخص من الحياه الطبيعيه، لان الاكل متعه والحياه اللي احنا عايشينها صعب تمنعي فيها. والثقافه عندنا كده، يعني احنا مش في مجتمع اصلا اللايف ستايل فيه ان هو الاكل السليم. يعني انا حتى لو انا عايز امشي صح اجي هنا الاقي ناس ها فول ها طعميه، كريم يقول لك ها مش عارفه همبرجر. فانا جيت حاولت التزم فتره، بجد احنا بنتاثر بالبيئه اللي بنعيش فيها، فمش قادره خلاص بقيت اكل معاهم. فاحنا ثقافتنا كده، فالتشالنج فيها اعلى بكتير، وخصوصا كده. لو هنتكلم تحديدا عن توبك النهارده وموضوعنا السمنه عند الاطفال. للاسف الشديد بنشوف اوقات في النادي، بنشوف عامه في معارفنا في قرايبنا، في تلاقي طفل او اثنين او اكتر لا تخن اوبيس، يعني اللي هو انت قلبك يوجعك على الطفل ده، لما يكبر هيعمل ايه والامراض اللي هتجيله ايه. فملف مهم جدا. خلينا بقى نتكلم كده اصلا اسباب السمنه عند الاطفال ايه كبدايه، لو هنبعد عن فكره الوراثه. اسباب السمنه بسيطه جدا جدا جدا، وهي عدم القدره على منع الطفل من الحاجات اللي متاحه ليه. وانت لسه بتقولي انا هوند النادي، النادي احنا دلوقتي الناس بتتباهى النادي حلو ولا وحش، فاتح فيه برانشات مطاعم بالظبط كده، كافيتيريا ايه، مطعم ايه، جانك فود مشهور عندنا فاتح في النادي يا جماعه، فالنادي كده جميل كله الاكل. تخيلي فاحنا رابطين حتى الجزء الرياضي في حياه الولاد، ان احنا بناخدهم كمتنفس يتحركوا ويطلعوا طاقه ويحرقوا سعرات، ان هم يعوضوا اللي ناقص. يا دكتور ريهام احنا حياتنا كلها مرتبطه بالاكل، يعني احنا بنقيس مدى جداره او الميزه في الحاجه من الاكل. لما انت تروح مطعم او اوتيل هتقول له المطاعم فيه حلوه، النادي تقول المطاعم اللي اتفتحت كويسه، هتتجوزي هي الست بتعرف تطبخ بالظبط كده. مواضيع بقت غريبه قوي، يعني بس زي ما انت قلتي في النادي، لان ده المكان بقى بالذات اللي احنا رايحين نعوض فيه المشكله اللي عندنا. طب الحل ايه؟ انا دلوقتي عندي مشكله، اي ام بتتفرج علينا دلوقتي عندها طفل في سن لسه بيكبر 10 سنين ورايح لسن المراهقه، وسن اللي هو نفسيتي والايمج بتاع جسمي شكل جسمي فارق معايا. خلي بالك انا بيجي لي حالات كتير جدا يا نهواند، الطفل معقد فعلا نفسيا بسبب اني مش قادر امارس رياضه كره القدم اللي هي محببه الى قلب جميع الاطفال الولاد طبعا. وانا كنت بالولاد والبنات بجد يعني، ده مؤخرا بقى في فرق بنات لطيفه جدا في النوادي وانا بحبها كرياضه فعلا. بس بتكلم على من قديم الازل ان اي طفل بينشا بيكبر على ممارسه كره القدم وحلمه لاعب كره رياضي معين عايز يبقى زيه، فده الحلم. فلما تلاقي ان الطفل ده عنده 20 كيلو زياده يا نهواند على ركبه وهو اصلا طوله صغير، فممنوع من ان هو يروح يمارس ويتمرن في اي اكاديمي كره قدم او يلعب في اي ده منطقه، ده غير التنمر اللي بيحصل عليه بالظبط يعني كده بالظبط. فاحنا عندنا مشكله كبيره. انا بقى بحس بالسعاده الرهيبه وان انا عملت يعني نجاح كطبيبه في الحته دي، لما بقدم انا وشركه بايو ناتشرال حلول مختلفه ومتنوعه بمنتجات مختلفه كلها طبعا امنه 100%. نهواند دي نقطه مهمه جدا طبعا، لان ما ينفعش اتكلم عن حاجه غير وهي امنه على اولادنا وعلى اهالينا الكبار في السن وعليا انا كسيده حامل برضع اي شخص. فبايو ناتشرال متميزه في الحته دي، ان هي بتقدم يعني عدد كبير جدا من المنتجات المرخصه اللي تناسب كل فئه عمريه وكل حد عنده مشاكل صحيه. طب احنا عملنا ايه للطفل اللي هو من اول سن 13 سنه؟ ان انا بقدم له حل سحري وبسيط، انا مش همنع ابنك او بنتك ان هو ياكل، او انت شخصيا على فكره تقدري تشجعيهم كام ان انت تعملي ده وده. هنعرضه النهارده ان شاء الله في الحلقه، هحكي لك قصتها ان الام بيبقى ليها دور كبير جدا يا هواند، ان هي تبدا خطوه الحماس للطفل او حتى لو بنتها كبيره
ان هي تشجعها. انا جبت بيستا وهو منتج العالي بالالياف اللي هي رده القمح والشوفان وقشور السيليوم. والبيستا بقى اللي هو بنقدمه شركه بايو ناتشورال دوره ايه؟ ان انت ابنك قبل اي وجبه هتخليه ياكل الوجبه اللي هو عايزها، هيروح النادي عادي جدا وبياكل حاجه في النادي سيبيه ياكلها مش هتمنعيه، لكن انت هتشربيه ساشت او كيس على كوبايه من الميه قبل اي وجبه بنص ساعه، هياخده 3 مرات في اليوم. صدقيني اي اكل كان بياكله هو اوتوماتيك مش هيقدر ياكل اكتر من نص، وبطريقه امنه وبسيطه جدا وسهله، ما عملناش اي مشاكل صحيه للطفل ده، وفي نفس الوقت ما قلتلوش انت ممنوع كطفل زي اقرانك من الاطفال ان انت تاكل زيهم، بس هو ما بقاش قادر. النقطة الحلوة في بيستا ان معظم الأدوية او الحاجات اللي زي كده اللي بتساعد على التخسيس بتلعب على المخ. مزبوط. يعني خلايا المخ، فناس كتير تخاف تقول لك لا 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 انا لا يمكن. فاحنا هنا بنأكد ان بيستا ملوش اي علاقة خالص. احنا بنتكلم يعني هوند في حاجتين بوضحهم بمنتهى البساطة، باننا بنخاطب الامهات دلوقتي اللي هي اكيد كل هدفها في الحياة ان ولادها يبقوا في صحة جيدة وان هم يبقوا احسن نفسيا واحسن رياضيا وكل شيء. البيستا عباره عن ايه؟ وهو دايما عايزه اقول ان احنا في بايو ناتشورال ما بنقدمش حاجه غير بعد ما كان عليها ابحاث كتير جدا كويس. وتكون مرخصه من وزاره الصحه. طب انت بتقدمي لي ايه يا دكتور النهارده؟ وبتقدمي حل ايه علاج لاولادي؟ الياف، مجموعه من الالياف عاليه الجوده اللي هي بتشتغل على سد الشهيه. ازاي؟ ان انا بملى حجم المعده فالمكان اللي باقي للاكل بقى صغير جدا. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا عندي الكروميوم وفيتامين سي والكارنتين، دول دورهم ايه؟ انا هوند بمنتهى البساطه بيحفزوا افراز الانسولين بيقللوا امتصاص النشويات اللي في الوجبه. فحتى لو ابنك هياكل رغيف البلدي اللي هو العادي اللي كان بياكله، او هو كان بياكل رغيفين بيستا خلاه بياكل رغيف واحد، قللت امتصاص النشويات من الرغيف ده، فحتى الكم اللي دخل جسمي امتصيته بقى اقل. طب يا دكتور في نقطه مهمه انا عايزه اقولها، انا هوند مهمه جدا بتشغل بال اي ام. طب يا دكتوره انت قللتي امتصاص الفوائد، ده طفل ده بيكبر يعني لسه بينمو في مرحله نمو وجسمه بيكبر، انت كده الامتصاص القليل ده مش هيضر ابني في النمو وانا امه قلقانه. لا ما تقلقيش خالص. ليه بقى؟ لان بايو ناتشورال زي ما قلت بتبقى حريصه تقدم العلاج والمنظومه كامله متكامله. فانا بقدم بيستا اللي هو هيملى معدتي، مش بس كده، وقلب مالتي فيتو ده مالتي فيتامين فيه كل العناصر يعني هوند اللي جسمنا محتاجه. بس عامه انا مش بحرم الولد من اكل سليم او صحي، هو انا بقلل اكله الغير صحي بالظبط اصلا، بس اللي هو اخلاه يبقى بالوزن ده بالظبط. عقليات للاسف يا يعني هوند انت بتتكلمي من منطلق تفكيرنا احنا. في امهات بتيجي لما تديها ورقه دايت صحيه جدا جدا تقول لي يا دكتوره الولد هياكل كده بس، ده كان بياكل اضعاف ده. طب انت جايباه عشان في العياده او بتكلمي الفريق بايو ناتشورال اللي هو عدد كبير جدا من اخصائيين التغذيه اللي بيتابعوا؟ دي نقطه عايزه اقولها هنا هوند مهمه جدا جدا، متابعتنا مهمه. احنا عندنا في بايو ناتشورال فريق كبير جدا من اخصائيين التغذيه بيتابع معاك الحاله اسبوعيا، ولو عندنا اي مشاكل صحيه بيعرف كل الهيستوري او التاريخ بتاعنا وبيقول لنا ايه الكورس او ايه المنتجات المناسبه لينا اللي تصلح لينا كحاله. اوكي. فدي نقطه برضو مهمه جدا، بتطمنك كأم ان انت في حد رقيب على ابنك شايف ايه اللي بيحصل فيه، لان بقى صعب قوي يا هوند دلوقتي ان احنا ننزل ونركب العربيه ونروح لدكتور بعيد وندفع كاش، حاجات بقت كتير. انا من الناس دي بالزبط. انا من الناس اللي عشان اروح دكتور لازم ابقى فيه مش يعني وصلت لل بالظبط، وحجز طوالي في دور طويل يعني عارفه الموضوع مش بيمشي بالسلاسه. يعني انا كان عندي مشكله في عيني من بقالي فتره، لما ما بقتش خالص عارفه افتحها قمت رايحه خلاص الموضوع بيوصل للتعب خلاص ما فيش امل. ايوه الحقيقه عايزه اقول لك كلنا هذا الرجل يعني انا دكتوره وبشتغل في مستشفيات كتير، عشان اروح اكشف عند دكتور زميل بالنسبه لي حاجه ثقيله جدا. أيوة لازم يكون مرحله متاخره صح. فالضغوطات وكلنا بنجري في الحياه، فانت عندك اوديهم التمرين في النادي ولا اخده اوريه لدكتور دايت؟ لا انا اوديه التمرين اسهل لي وخلاص في الروتين بتاعي بتاع حياتي صحيح. فانت بمنتهى البساطه باتصال مع فريق كبير مع بايو ناتشورال هيوفر لك الكورس المناسب للحاله سواء. والارقام دي يعني اللي حضرتك بتقولي عليها هي الارقام والصفحه دي شركه بايو ناتشورال اللي بتوفر بيستا وطبعا كورسات تانية كتير جدا أوكي. على حسب كل حاله، بس احنا بنتكلم النهارده على بيستا اللي هو مناسب لاطفال كتير جدا من اول سن 13 سنه. حلو جدا، يبقى ممكن حضرتك تاخد المنتج وتتابع كمان مع اخصائي، ولو في اي مشكله كل حاجه بالتليفون شركه بايو ناتشورالز عندها بيج او حتى على الارقام دي. خلينا نروح نتابع، لان انا بحب دايما يبقى في كيس يعني واقعيه على الارض. نتابع حاله ايه وهي جربت بيستا، نعرف حصل ايه بالظبط معاها وفي مده قد ايه ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس
كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما يعني. الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ يعني. ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه. كنت باكل اي حاجه بس قليل يعني، وجبات قليل. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. حلو جدا الواحد يسمع برضو وبنفسه كده البني ادم طالع وبيحكي التجربه، بس في ناس تاني ممكن تقول لك انا خايفه ان ده برضو، امهات انت عارفه بيقلقوا، ممكن حد يقول انا خايفه ان ده يؤثر على ابني في التركيز، او ان مثلا عدم الالتزام ان انا مش هقدر برضو، انت عارفه سن الصغير ما بقاش فيه التزام. فردودك ايه على الحاجات اللي زي كده؟ طب خليني هنا بقى ابدا بس من عند ايه، عشان ايه هي مثال اللي احنا بنتكلم فيه بقى. حتى واحده سنها كبير، خلي بالك ايه 26 سنه، انت بتتكلمي بقى من الطفل كمان هو اصعب، فدي المفروض كبيره. احنا بنتكلم طفل من 13 سنه. من 13 سنه. فانا دلوقتي بتكلم بقى هوريكي مثال 26 سنه، اللي هو مش هيفرق كتير عن 13 سنه. ايه بنوته كبيره مش صغيره يعني، خلصت جامعه وكانت ابتدت رحلتها في ان هي تعمل انترفيوهات وتدور على شغل المناسب ليها، وكانت بتلاقي رفض كبير جدا جدا. ودي شكوى مامتها لما اتصلت بالتيم بتاع بايو ناتشرال في التليفون، كان هدفها كالتالي: انا بنتي في سن عندها مشاكل دلوقتي نفسيه، ان هي في الانترفيوهات عشان تشتغل بتلاقي صعوبه جامده جدا، فانا عايزه حل، وهي مش قادره تعمل كنترول على الشهيه بتاعتها ولا توقف اكل. يعني ما بياخدوهاش في الشغل علشان بالظبط مظهرها مش مناسب. هي بنت اموره جدا وظريفه، بس للاسف الوزن الزايد انت عارفه يعني دلوقتي بقى الايمج والشكل واللبس لازم يكون مناسب، لان ده شخص بيمثل المكان ده. أوكي. فللاسف بيبقى في رفض لسبب نتيجه زياده الوزن، وحصلت عندي كتير. عايز اقول لك في الشغل في المستشفى الناس كتير بتترفض نتيجه زياده الوزن رغم ان هم عندهم كفاءه عاليه جدا. فكانت دي مشكله مامتها، نفسيه البنت تعبت بس مش قادره، ولما نفسيتها تعبت شهيتها اتفتحت اكتر، فبعد ما كانت بتاكل اكس بقت بتاكل 2 اكس يا نهار. فالام متصله اعمل ايه يا دكتور؟ بتكلم الفريق وحولوها ليا، عايزه حل. فانا قلت لها الحل البسيط جدا ان انا هديكي انت الكورس بيستا، هتمشي على النظام وهتشوفي ان هي مش هتحس ان هي محرومه، انت ماما هما موجوده في البيت عامله الاكل العادي جدا، انت ما اتحرمتيش وخسيتي. وفعلا بعد شهر بالظبط البنوته قررت ان هي هتبدا، لانها لقيت نتيجه رائعه جدا وايجابيه مع مامتها، فتشجعت لده وكملوا مع بعض. عايز اقول لك بقى لهم ما شاء الله يعني في مرحله التثبيت 6 شهور. بيقولوا لي يا دكتور احنا ما بنزيدش حتى كيلو، يعني احنا من كتر ما ثبتنا وخسينا بطريقه صحيه وتعودنا على كميات الاكل القليله احنا ما بنزيدش. فهي ايه مثال لبنوته كبيره مش صغيره، مامتها بتشتكي مش قادره تسيطر. فتقدري تطبقي ده بمنتهى البساطه يا نهاوند على طفل برده صغير، صعب تقولي له بطل، ما تاكلش بيتزا في النادي، ما تاكلش كيك في النادي، ما تاكلش الجانك فود ده كله. انت هتدي له بيستا اللي هو طعمه اوريدي لطيف، تفاح اخضر، في كوبايه قبل وجبه الفطار وهو نازل المدرسه، قبل وجبه الغداء بالليل، فهتلاقي النتيجه دي ان شاء الله على طول بمنتهى السهوله. كويس جدا، لان برضو في امهات كتير اكيد جات لك حاجات زي كده او حالات زي كده، بيشتكوا ان اولادهم احنا كلنا واحنا اطفال وحد بات يعني بنحب اللي هي الحاجات السكر طبعا. الحاجات الحلوه حاجات زي كده، فدي برضو كانت او يعني مش هتقدري تكنترولت مع الاطفال تحديدا. فما اقدرش برضو، في امهات ما تقدرش تحرم ابنها قوي. ف يعني معلش انا اللي فهمته ان بيستا بتاخد قبل الوجبه. مظبوط. طب انا ابني عايز ياكل حاجه في النص، شوكولاتايه بتاع حاجات زي كده، ما اكيد مش هقدر. ابنك ياكلها ما تمنعيش ابنك. بس مش هدي له بيستا بقى قبلها. لا هقول لك بقى، انت دلوقتي واخده حاجه ماليه بطنك. على فكره بس عايزه اوضح المنظومه، بيستا بيعمل بالونه يا نهوان، بالون دي مش بتروح على طول يعني، دي بتفضل معايا من الوجبه للتانيه، هي مكمله حجمها عمال يكبر لاخر اليوم. فهو اوريدي لو كان بيقدر ياكل يا نهوان 3 وجبات هو مش هيقدر ياكل غير وجبتين، دي معلومه عايزه اكدها لك. فهي في بالون بتاخد ساعات طويل جدا لغايه لما تتفتت وتنزل معانا، فبالعكس بتسهل كمان حركه الهضم والمشاكل دي كلها. كنت فين في رمضان؟ ما هو فين في رمضان والله؟ رمضان الجاي بقى انا استعدي يعني كده. يعني بيستا ده ممكن بجد ان هو لما اخده على الفطار اقعد لغايه السحور ما باكلش اي حاجه خالص. مش عايزه تاخدي كوبايه زبادي وخلاص، بس عايزه ولو خدته على السحور ممكن ما يجوعنيش الصبح. بالظبط كده، تبقي الدنيا فعلا اهدى معاكي، شعور الجوع هيكون اقل كتير. حاجه ثانيه مهمه جدا يا نهوان، انا قلت لك ما تمنعيش ابنك او بنتك،
احنا مش عايزين المنع، احنا عارفين نمنع نفسنا. بالظبط. ليه بقى؟ لان على فكره احنا ممكن ناكل اي شوكليتس، اي حاجه بكميات معقوله. يعني خلي بالك الشوكليتس في منه البار فيه 100 سعر حراري، وفي بار فيه 300 سعر حراري. أيوة صح. حتى البار الصحي على فكره، يعني احنا مش لازم ناكل حاجات اللي هي بايظ دارك شوكليت. انا مش عايزاكي تاكلي ولا هيلثي ولا دارك، هاتي الشوكولاته العاديه جدا اللي هي فيها 100 سعر حراري. 100 سعر حراري ولا اي حاجه، بولت ايس كريم يا نهاوند من غير صوصات ومكسرات والحاجات دي كلها فيها 100 سعر حراري. فتقدري تدي لابنك او صغيره اللي قد كده. لا مش قد كده يا نهاوند، حرام عليكي، دي كويسه مشبعه، انت لو خدتيها بين وجبات والله العظيم اللي بيحصل فينا ده كتير. لا لا ما تقوليش كده، احنا بنحاول نقنع الاطفال بالسناك بولت الايس كريم. طيب هايل جدا. بصي الوقت بيجري، فاضل دقيقتين مع دكتور ريهام خلاص، لكن برضو هستغل وجودك معانا للرد على بعض الهواجس اللي ممكن تكون موجوده من الاباء، يعني تجاه فكره ولادهم ياخدوا حاجات زي كده. لان ممكن يقول لك طيب تاني لو انا مش عايز اخد مالتي فيتامين مع بيستا، هل اوكي ولا مش اوكي؟ وهل هو اساسي ان انا لو ما عملتش كده هيبقى في مشكله لابني؟ يعني برضو نرد على الحاجات دي. حلوه قوي. بص احنا في اصح حاجه نعملها، اصح حاجه نعملها ايه؟ ان انا ادي لجسمي كل احتياجاته اليوميه من مالتي فيتامين. ده صح، ده مش رفاهيه، فخلينا نتفق. عشان كده شركه بايو ناتشورال قررت، مش هقول تفرض عليك ده، بس عارفين ايه الصح اللي ما حدش بيقوله لك. تمام. فاحنا قررنا نعمله لك كروتين حياه، دي اول حاجه. طب يا دكتور انا مش عايز اخد مالتي فيتامين، هو قرص واحد يوميا، انا مش عامله لك عيب كبير، انا مش عايز اخد مالتي فيتامين. بيستا في حد ذاته هو الياف طبيعيه. الالياف يا جماعه بتعمل ايه؟ بتنظم الهضم وبتحسن امتصاص الفوائد اللي في الاكل. طب ايه اللي بيقلل؟ عشان اوضح كلامي، انا حسنت امتصاص الفوائد، قللت امتصاص النشويات اللي هو موجود في ايه؟ بالكروميوم. فانا عندي ماده قللت الماده الضاره اللي انا مش عايزاها او اللي انا عايز اقلل منها، وهي النشويات عشان سعراتي تكون اقل، وفي نفس الوقت انا عندي الياف حسنت امتصاص الفوائد الفيتامينز والمينرالز. فانا ما عنديش مشكله مع، لو انا ام شطوره حلوه جميله كده واعيه، اقدم الحاجات اللي فيها فوائد. يعني ابني عايز ياكل شوكليت، قدمي له شوكليت، بس حطي جنبها ثمره فاكهه، تفاحيه، قولي له لو كلت التفاحيه هديك الشوكليت. صدقيني هياكل التفاحه وبطنه هتتملي وهياكل الشوكليت وهيبقى مبسوط وخد الفايده، وفي نفس الوقت مش ما عندوش الكريفة للحلويات. اوكي، حلو جدا، استفدت جدا، واكيد ده يعني الساده المتابعين برضو استفادوا. اشكرك جدا دكتور ريهام الحيوي استشاري التغذيه العلاجيه، نورتينا. بشكر حضراتكم على متابعتنا، بكره ان شاء الله هيتجدد اللقاء، وكريم بقى هينضم لينا، وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.